بسم الاب والابن والروح البيض. قدس، البيض. القدس الاله الواحد امين هكلمكم النهاردة على موضوع شيق موضوع النكد شفتوا كلكم ضحكتوا اهو موضوع شيق ها <تصفح> آه يا للاسف احنا اليومين دولت المشاكل العائلية عمالة تزيد والمشاكل دي لها تأثيراتها السلبية مش بس علينا كأزواج وزوجات ولكن على ولادنا وبنات وولادنا لما بيجوا يكبروا في جو متوتر وجو مليان خناق ونكد وتمزق وطلاق وانفصال بيلجأوا للعالم والعالم أشر العالم النهاردة بقى قبضة الشيطان آه الهوموسيكشواليتي والسيكشال اموراليتي والترانجندوريزم وكل الحاجات دي بتتلقى ولادنا بسرعة والإلحاد عشان كده هنلاقي اولادنا يقول انا مش مؤمن بربنا ربنا مش موجود انا بايد جاي انا الى اخره الكلام ده يعني وطبعا البيت اللي مليان نكد ومليان خناق آه ازاي هيقدر يسلم لولادهم القيم والفضائل والاخلاقيات الى اخره آه وغير كده إن الولاد ما بيستمتعوش بحياتهم أتخيل البيت الهادي اللي فيه سلام الولاد بيبقوا مستمتعين بطفولتهم مستمتعين بشبابهم إنما البيت اللي فيه صراعات على طول تلاقي الولاد دايما عايشين في حزن في خوف في قلق في اضطراب والولاد ملهمش ذنب في كل ده فالولاد بيدفعوا تمن الصراعات بتاعتنا والمشاكل بتاعتنا الى اخره واحيانا الاب والام يكتشفوا ان الخلافات اللي عملوها بينهم وبين بعض ديا هي السبب في انحراف اولادهم بس الاكتشاف ده بيكون متاخر وبنحاول بعد كده نصلح طيب نصلح حياتنا عشان نحمي اولادنا احيانا بيكون يعني تو ليت خلاص الولد أو البنت جاله فكر إلحادي فكر أخلاقي إلى آخره فمهما الأب والأم حاولوا يصلحوا بيبقى أحيانا صعب أنا مش عايز أقول مستحيل لأن مفيش حاجة مستحيلة عند ربنا لكن بيبقى صعب من هنا مهم جدا إن إحنا نحافظ على بيوتنا في سلام فيها جو من المرح فيها جو من السعاده علشان نحمي ولادنا من الطيارات الشريره اللي موجوده بره لو ولادنا ملقوش سلام وحب في البيت هيدوروا على ده بره والعالم هيتلقفهم ويخدعهم ويصطادهم وهيدفعوا ثمن غالي واحنا يعني الاب والام بيبقوا في مراره من اجل ولادهم طب تعالوا نشوف إيه أسباب الخناق أو النكد اللي بيبقى موجود في البيت؟ أول سبب هي الذات الكبرياء الأنانية التشبث بالرأي هو ده عادة بيبقى العامل الأساسي ده المحرك الرئيسي اللي بيقف ورا كل مشاكلنا. فالإنسان بطبعه عجبه رأيه والإنسان بطبعه عايز يشبع رغبات على رأي المثل اللي بيقول آه لما ربنا وزع الأرزاق محدش عجبه الرزق ولما ربنا وزع العقول كل واحد عجبه عقله فكل واحد عجبه رأيه كل واحد مقتنع برأيه كل واحد عايز يرضي رغباته حتى ولو على حساب الاخرين وكلنا بنعتقد دايما دايما ان انا هو اللي صح وبناء عليه بتشبث برايي وبتخانق يعني مثلا في تربيه الولاد الاب شايف شيء والام شايف شيء كل واحد منهم شايف انه هو رايه الصح فيش تفاهم ده عايز ينفذ رأيه وده عايز ينفذ رأيه مفيش بيحصل بينا حوار بناء نقدر نحل خلافاتنا مع بعض آه لابد ان يكون في اختلاف بيننا لابد لان احنا شخصيات مختلفة لكن الشطارة منحولش الخلافات دي الاختلافات دي الى خلافات لا نحول الاختلافات الى خلافات عشان كده في الزواج في الاكليل يعني يوم الفرح ابونا في الوصيه بيدي وصيه عشان تحررنا من الذات فيقول للزوج انك تسرع الى ما يسر قلبها يعني ايه تسرع الى ما يسر قلبها ويقول تكون حنونا عليها أنت المسؤول عنها من بعد والديها لو كل زوج حط صادر هدف ده أنه إزاي يفرح قلب زوجته وإزاي يسرع إلى ما يصدق قلبه كلمة يسرع يعني يعمل ده بسرعة لكن احنا احنا نشوف ايه اللي بيضايق الطرف الاخر ونعمله وايضا يقول للزوجة وان تزيد في طاعته على ما أوصيناك به أضعافا تزيد في طاعته على ما أوصيناك به أضعافا لو احنا تحررنا من الذاتية دي وأخدنا الآية دي مثال لينا مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ العطاء مش في الفلوس مش في المد بدي فرصة للآخر إن يقول رأيه بدي فرصة للآخر إنه ينفذ رأيه بدي فرصة للآخر إنه يبقى مرتاح وبلبي رغبات الآخر بدل ما أنا عايز ألبي رغباتي وبحط نفسي قبل الناس التواضع وإنكار الذات وتقديم الآخر في الكرامة زي ما بنقرأ في رمية 12 مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة ده يحمي الأسرة من الذات والكبرياء والأنانية والتشبث بالرأي السبب الثاني ان كثير مننا بيدخل الزواج وعنده مفاهيم خيالية وغير واقعية عن الزواج فأحيانا لما بنتفرج على افلام والافلام دي تدينا يعني صورة للزواج خيالية مش واقعية فالواحد بيدخل الزواج وعنده الصورة الخيالية دي ان كل الزواج بقى يعني عاطفة وحب وخلصت على كده وبننسى ان الحياة الزوجية مليانة بالتحديات مليانة بالضغوط ومع المسؤوليات دي والقرارات اللي احنا محتاجينها نعمل كل يوم والتحديات اللي قصادنا كل بقى الخيال والوهم اللي احنا كنا عايشين فيه عن الزواج بيبقى مش موجود من هنا تضطرب حياة الزوجين وتقوم المشاكل بينهم وما يبقاش في سلام موجود بينهم وكل ده بناء على المفهوم الخاطئ للزواج بالدليل اقول لكم على حاجه كتير من الشباب النهارده فتره الخطوبه تلاقي السنه بتاعه الخطوبه دي كلها بيقضيها بيرتب ليله الفرح كل السنه طيب وهل رتبت حاجه لما بعد الفرح اتفهمتوا على حياتكم هتاخدوا قراراتكم ازاي لا فيش حاجة فيخلص الفرح ويخشوا في الحياة وتبان بقى كل التحديات وهما بقى كانوا فكرين ان الزواج كله حب وعاطفة وبس لا لا في قرارات محتاجين ناخدها مع بعض لما يلاقوا بقى كل التحديات دي يبتدي ده يتخانق ودي تتخانق وده يعلي صوته وده يقول انا عايز كذا وتبتدي المشاكل بينهم عشان كده لازم نفهم الزواج بالمفهوم السليم الزواج بالزواج. بمفهوم السليم فيه ثلاث نقط ثلاث خطوات ودي قالها السيد المسيح ايه الثلاث خطوات دي الترك الترك الالتصاق الاتحاد الترك الالتصاق الاتحاد ربنا يسوع المسيح قال كده يترك اباه وامه ادي الترك ويلتصق بامراته ده الالتصاق ويكون الاثنين جسد واحد ده الاتحاد يعني ايه الترك الترك إن الواحد بيحط حدود صحية للتعامل مع أسرته الأب والأم والأخوات مع أصدقائه ومع الآخرين الترك مع- مش معناه تخلي أو معناه إنفصال تام لكن الترك زي أنا ما بنقول بنسميها بالانجليزي healthy boundaries بنحط حدود سليمة مع الأسرة لأن من أسباب النكد في الأسرة إن مثلا الزوجة تحس إن زوجها متعلق بأسرة بأسرته طول الوقت عند أبوه وأمه بيقضي الوقت هناك القرارات خارجة من هناك هما له تأثير عليه هما ما بيحبوهاش بيعملهاش كويس بعدين هي غلبانة تفضل بقى تشتكي وبقى يفضل يزعق فيها أو مثلا الأصدقاء تلاقي واحد تاني عايز يعيش زي العزاب كده طول الوقت مع الأصدقاء وخصوصا بقى لو بيقضوا أوقات على قهوة ولا حاجة زي كده تلاقي سايب البيت وقاعد مع أصدقائه في الكافي شوب وبيسهر او يعني بيشربوا او بيلعبوا قمار كل حاجات كده اكتيفيتيز ان وحتى لو هما ما بيعملوش حاجه غلط بعيد عن اسرته فلازم يفهم موضوع الترك او مثلا تلاقي واحد اغلب وقته في الشغل الشغل مسيطر عليه وعمال يشتغل يشتغل, يشتغل, يشتغل اي نعم بيشتغل عشان تبروفايد للفاميلي بس ولادك وزوجتك عايزين مش عايزين فلوس بس في احتياجات تانية الحب والعاطفة محتاجين لو انت قاعد بتشتغل 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 ومفيش وقت مع زوجتك ما المحبة اللي هي محتاجاها لو حد قدم لها محبة من بره هتبقى مشكلة ولادك نفس الكلام لازم يقض وقت معاك أنا عشان كده كتير أقول من الأفضل إن أنا أعيش في مستوى اجتماعي أقل شوية بس أخلي بالي من زوجتي ومن أولادي بدل ما أنا مطحون في الشغل أنا وزوجتي مطحونين في الشغل وما عندناش وقت بنرجع البيت إحنا الاتنين مشدودين محدش طائق كلمة لحد ولا طائقين كلمة للولاد وعمالين نتخانق ونزعق في بعض مين يقعد مع الولاد فاولادنا اب وام بيشتغلوا طب مين بيقعد معاهم التليفون ده اللي بيقعد معاهم السوشيال ميديا والانستجرام والتيك توك الحاجات دي بقى مدمره مدمره الولاد بيبقوا مدمنين للحاجات دي حاجات دي بتدخل في مخهم سموم افكار الحاديه وافكار اخلاقيه ما هو الولاد مش لاقيين بابا وماما فعايزين يعني يعني يسل وقتهم ففين الترك ده مش كده ربنا قال يترك كان الواحد بيترك ابوه امه ما يتركش اصدقائه ما تركش الشغل تاني الترك مش معناه ان الواحد يسيب شغل يقدم استقاله معناه زي ما قلت حدود صحيه healthy boundaries يبقى الشغل لوقته لكن برجع بقضي وقت في البيت مع زوجتي وأولادي أسرتي آه بابا وماما وأخواتي ليهم وقتهم لكن في نفس الوقت مش على حساب الوقت بتاع أسرتي وأولادي أصدقائي ليهم وقتهم مش على حساب الوقت بتاع الأسره ده أنا عايز أقول الخدمة برضو يعني لو في حد بيقضي وقت في الخدمة على حساب أسرته غلط إحنا بنقول حتى للأباء كهنة المتزوجين اللي بيقض وقت في الخدمة وبيهمل زوجته أولاده غلط ده بولس الرسول لما اتكلم على الكهنوت قال يهتم حسنا ببيته أو يدبر بيته حسنا وإلا كيف يدبر كنيسة الله يعني حتى الكاهن اللي هو يعني أدى حياته وكرس حياته كلها لربنا برضه لازم يهتم بزوجته ويهتم بولاده لازم فالترك دي نقطة مهمة الترك دي نقطة مهمة ناس كتيرة مش قادرة تعمل اللي احنا بنسميه الفطام النفسي ان هو يبقى حياته فيها اتزان فيها استقلالية موضوع طبعا التعامل مع الأب والأم والحما والحما دي الموضوع يعني شائك ومحتاج حكمة من الطرفين لأن كتير كتير من المشاكل بتكون بسبب تدخل الأب والأم في حياة أولاده فدي أول نقطة أول نقطة الترك النقطة الثانية الالتصاق، الالتصاق ديًا يعني ازاي يكون في وقت بنقضيه مع بعض؟ ما هو الالتصاق ده مش هيحصل غير لما نقضي وقت مع بعض، نقضي وقت في الصلاة مع بعض، نقضي وقت في اكتيفيتيز مشتركة مع بعض، نقضي وقت في إن إحنا نتكلم على أمورنا وتحدياتنا نقضي وقت مجرد نبقى ريلاكسد كواليتي تايم مع بعض وإنجوي اتش اذر لو إحنا ما بنقضيش الوقت ده مع بعض سواء مع الزوج أو الزوجة أو مع الأولاد طب كيف يتم الالتصاق إزاي هتلتصق بحد وإنت ما بتقضيش وقت معاه احنا النهاردة برضو مليون بروجكت ومليون نشاط بتخنقوا على وقتنا يعني كل واحد مننا عنده أنشطة كتيرة جدا بيتنفسوا وبيتصارعوا على وقتنا ايه أصدقائك أسرتك ممكن يكون مثلا أفلام بتحب تتفرج عليها ايه أو تي في شو أو activity سبورت، عايز تروح تلعب مع أصحابك باسكت بول ولا جولف ولا مش عارف تعمل إيه، خدمات في الكنيسة، ففي حاجات كتيرة competing for our time competing for our time فأنت لازم تبقى عارف إزاي تعمل في اتزان في حياتك عشان يبقى في التصاق بأسرتك. كيف يتم الالتصاق ده وانت مش موجود كيف يتم الالتصاق ده وانت مش موجود أه واحيانا يعني بعد الغربة اللي موجودة بين الزوجين وانا اقصد استخدم كلمة غربة لانهم غرباء عن بعض أه ده ممكن تأثر على علاقتهم الزوجية ودي برضو ممكن تكون سبب نكد ومشاكل كتيرة في الأسرة إن الزوجة مش شعرة بالمحبة ما جوزها مشغول عنها طول الوقت عشان كده يعني بتشعر إن إن العلاقة الزوجية دي مش مفروض تتم غير لما يكون نتيجة محبة وعاطف ومشاعر إلى آخره فترفض وزوجها يتضايق من حكاية الرفض دي يبتدي يتخانقوا ويبتدي يحصل نكد بينهم وبين بعض علشان كده الالتصاق الجسدي لما يقول يلتصق بامراته ويكون جسدا واحدا الالتصاق الجسدي ده لابد ان هو يحدث كنتيجة للالتصاق النفسي ولا الالتصاق العاطفي فلما يكون في التصاق نفسي في التصاق عاطفي ده هيمهد للالتصاق الجسدي انما لو في غربه نفسيه وفي غربه عاطفيه فلما بيجي الالتصاق الجسدي بيبقى تحدي للزكاه لو فعلا عرفنا نترك زي ما السيد المسيح قال وزي ما انا شرحت الترك مش معنى التخلي ولكن معناه بنعمل حدود وفي نفس الوقت بعمل التصاق مش مجرد بترك بعيش لوحدي لا ده أنا بترك عشان التصق يترك ابا وامه ويلتصق بأمراته فالترك هنا له هدف ان انا يبقى عندي وقت عشان التصق بأسرتى هنوصل بقى للوحدانية هتلاقى البيت كله بوحده واحده البيت كله بيق فكر واحد البيت بقي كله رأي واحد اي نعم هم خمس افراد ست افراد اربعة بس كلهم رأي واحد اشبه يعني. عارفين الالات الوترية الالات الوترية دي فيها اوتار كتيرة ولكن بتعزف موسيقى واحدة سيمفونية واحدة فهتقول لي ازاي احنا بس نبقى افراد ويبقى لينا يعني آلة واحدة لينا رأي واحد يقولك زي الآلات الموسيقية بنكمل بعض فكلنا بنعمل سيمفونية سيمفونية اسمها سيمفونية الحب سيمفونية بوجود الله في الأسرة كلمة سيمفونية هون يعني صوت سيم يعني واحد فسيمفونية يعني صوت واحد زوكسروجيت باكر يتكلم على الموضوع ده وعلى فكرة ده المرد اللي احنا بنقوله في الإكليل مرد الإنجيل بتاع الإكليل نتاخد من زوكسروجيت باكر فبيقول ها هو ذا ما أحسن وما أحلم اتفاق إخوة ساكنين معا بيقول أحسن حاجة أن يكون في اتفاق لناس عايشين مع بعض مين الناس اللي عايشين مع بعض الاسره فلما يكون الزوج والزوجه والاولاد متفقين في الراي يقول دي احسن حاجه فيش احسن ولا احلى من كده ان يكون الافراد الاسره متفقين مع بعض متفقين بمحبه حقيقيه انجيليه كمثل الرسل إن الرسل كانوا 12 وعايشين مع بعض كان في محبه بينهم كان في محبه حقيقيه انجليه كان ليهم راي واحد وحتى لما حصل اختلاف في الراي حوالين كيف ينضم الامم الى الكنيسه عملوا اجتماع وناقشوا مع بعض وطلعوا بقرار في الاخر وكل التزم بالقرار فاه حصل يعني اختلاف في الراي بس حلوه بمحبه تقروا ده في اعمال اصحاح 15 وبعدين بيقول إن الإتفاق ده زي الطيب اللي بينزل علي رأس المسيح ونازل علي اللحية الي أسفل الرجلين يمسح كل يوم الشيوخ والصبيان والفتيان والخدام الطيب اللي نازل علي رأس المسيح وده مسحة الروح القدس اللي هو المسيح خدها يوم المعمودية فمسحة الروح القدس دي نزلت على المسيح وبعدين نزلت على جسده طب مين الجسد بتاع المسيح احنا ما احنا جسد المسيح فمسحة الرأس فالمسيح هو الرأس بيه هو رئيس الكهنة بتاعنا بيه هو الملك بتاعنا بيه هو النبي بتاعنا وبعدين المسحة دي على الجسد يوم البنتكوستي حل الروح القدس على التلاميذ فالمسحه دي مش بس على على راس المسيح نعم على التلاميذ لما نزلت على التلاميذ وحدتهم عشان كده قال متفقين بمحبه انجيليه حقيقيه كمثل الرسل نزلت على على التلاميذ مسحت بقى مسحت من كل الاعمار مسحت شيوخ زي بطرس مسحت صبيان مسحت فتيان مسحت خدام فنلاقي كل الاعمار كانوا خدام لربنا بنقول هؤلاء الذين الفهم الروح القدس معا مثل قيثاره مسبحين الله وده بقى مرد ده مرد الاكليل يعني في يوم لو بنقرا الانجيل يوم الفرح الربع ده هؤلاء الذين الفهم الروح القدس هو ده مرد الانجيل يعني عايز يقول زي ما الروح القدس وحد التلاميذ مع بعض في الزواج بيوحد الزوج والزوجه طب دولت اشخاص مختلفه يقول لك اه قصارة مسبحين الله كل حين بمزامير وتسبيح وترانيم روحيه بقلب لا يفطر نهارا وليلا بمزامير وتسبيح وترانيم روحيه بقلب لا يفطر نهارا وليلا فهتلاقوا زي ما كنت بقول لكم كده تبقى الأسرة بقت زي قيثارة فيها أوتار كتيرة بتبتعزف بتعزف سيمفونية اسمها سيمفونية الحب يبقى السبب التاني زي ما أنا قلت إن الناس بتخش الزواج وهي مش فاهمة الزواج فكر الزواج ده يعني زي ما بيشوفوه في الأفلام العربية لكن الزواج فيه تحديات كتير لو احنا دخلنا واحنا فاهمين كيف نتعامل مع التحديات دي وحطينا قصادنا الثلاث خطوات دول الترك الالتصاق الاتحاد هنلاقي بايه جوازنا جواز ناجح اما السبب الثالث هو عدم المرونه عدم المرونه بص يا جماعه علشان اتنين يتفاهموا مع بعض لازم يكون في نوع من انواع المرونة والفلكسبيليتي لو الاتنين عندهم عند هتلاقي البيت دايما مليان بالخناق ومليان بالنكد فالمرونة يعني انا اتنازل شوية والطرف التاني يتنازل شوية عشان نقدر نتقابل في الوسط وزي ما كل واحد عاجبه عقله فكل واحد مش عايز يتنازل بس عدم التنازل ده بيتسبب في ايه بيتسبب في مشاكل كتيره انت لو عايز تحسبها صح فكر كده لو انا اتنازلت عن رايي وعشنا في سلام افضل ولا انا عنت وتمسكت برايي وعملنا خناق وما عشناش في سلام في الأخر you can win the conflict ممكن تكسب الخناقة ورأيك اللي يمشي بس أنت ماكسبتش الأخر وعدم إنك تكسب الأخر ده ده بيضعف الحياة الزوجية من هنا خلي دايما هدفك في أي اختلاف كيف تكسب الأخر مش كيف تكسب المناقشة في ناس كتيرة عايزة تكسب المناقشة بس بيخسروا الآخر أحيانا بنسمع بعض عبارات أنا أنا خلاص مش بحب أنا خلاص ما بحبهاش ما, عنديش أي مخزون حب في قلبي تجاه أو تجاهه ومن هنا يعني لو الحب خلاص انطفى في البيت آه تاني مش عايز اقول فيش حاجة مستحيلة لان غير المستطاع عند الناس مستطاع عند ربنا لكن احيانا لما بيكون الحب انطفى اي محاولات للصلح تبقى صعبة جدا يعني حتى لو الطرف الاخر ابتدى يحاول يحاول بجد بس خلاص واحد منهم نفسه تسدد ما عندوش استعداد تاني ان هو يقبل ولا يفكر أه لما احنا نتكلم يقول إيه لك أبونا ما تضغطش عليا أنا مش قادر أحتمل أكتر من كده حتى لو اتغير يتغير لنفسه بنسمع الكلام ده كتير لو اتغير يتغير لنفسه لكن أنا ما أقدرش أقبل ده في حياتي مرة تاني فعدم المرونة والعند ده سبب من أسباب النكد والخناق في البيت السبب الرابع ان احنا ما بنصفيش خناقاتنا اول باول يعني بولس الرسول كان واضح قال لا تغرب الشمس على غيظك لا تغرب الشمس على غيظك وصدقوني في الكنيسه في الخدمه يعني هنا بتحصل مشكله فالواحد مثلا ايه يعني أجلها كام يوم في الكام يوم ده ده كلم ده وده كلم ده وده كلم ده تلاقي بعد كده عندك قنبلة في الكنيسة ما هتنفجر ليه الكام يوم الواحد مهتمش بيه ان هو يحل المشكلة كلامنا مع بعض خصوصا لو في سلبية المشكلة تضخمت بيت مشكلة كبيرة لكن الواحد في الخدمة اتعلم لو في مشكلة حصلت بيحاول يحلها في نفس اللحظة ليه؟ لما تيجي تحلها في نفس اللحظة الدنيا بتهدى immediately فلما الدنيا تهدى خلاص يبقى الموضوع مش هيكبر نفس الكلام في المشاكل الزوجية لو انت مشكلة حصلت بينك ما بين زوجتك حاول خلصها على طول لانك لو ما خلصتهاش ممكن تاني يوم مثلا هي تروح الشغل تقابل بعض الأصدقاء وتكلمهم على الخلاف اللي حصل ويبتدوا بقى إيه ده وأنت سكتاله إزاي؟ لا ما تسكتيش، لا ما ينفعش، لا ده أنت لازم تاخد حقوقك، لا أنت تروح تطلقيه، لا ده أنت مش عارف تعملي إيه، لا هاتيلو البوليس، لا وتلاقي موضوع كان ممكن يتحل إحنا بمحبة نحله مع بعض تضخم لأن إحنا ما حليناش الموضوع مش كده بولس الرسول قال لا تغرب الشمس على غيظكم. وبقيه الايه كل يمكن حافظين لا تغرب الشمس على غيظكم لكن بيت الايه مهمه جدا يقول ولا تعطوا ابليس مكانا عارفين معنى الايه دي يعني لو انت زعلان من مراتك ليله انت عزمت ابليس يقعد عندك في البيت لمده ليله لو انت مخصم زوجتك شهر انت عزمت الشيطان يقعد في بيتك لمده شهر قال كده ولا تعطوا ابليس مكان طب انا عايز اسالك سؤال انت تتوقع ايه لو انت اديت ابليس شهر في البيت عندك ان لسه في زوجة بتكلمني من كام يوم بيقول انا جوزي لما بيزعل ولا ثلاثة اربعة شهور عشان يصالحني تاني ده ادى الشيطان ثلاثة اربعة اشهر يعيش في بيته طب بيتهم يحصل في ايه هيحصل في ايه لما الشيطان عايش هناك ثلاثة اربعة اشهر ف الزوج والزوجة الشاطرين يخلصوا مشاكلهم اول باول ما تبقاش انت تحت رحمة المشكلة خلي انت ليك قدرة على التحكم في اي مشكلة وما تبقاش انت تحت رحمة المشكلة عشان كده بولس الرسول يكمل بعد ما قال لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطي ابليس مكانا قال بص يا جماعة ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سمحكم الله كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض أما النقطة الخامسة في المشاكل عدم البعد وجود البعد الروحي في حياة الشاركين يعني ربنا مش موجود في حياتنا للأسف ناس كتيرة بتيجي الكنيسة بس مش ناس كتيرة لها علاقة بربنا فرق بين انك تيجي الكنيسة وانك ليك علاقة بربنا ليك علاقة بربنا معناه انك بتقول به ناحية ونتحرك اتحرك انا مقدرش اعيش يوم من غير ربنا عارف الاكل وشرب المية بالنسبة لنا مهمة قد ايه يعني مهما كنت مشغول ما فيش يوم بيعدي عليك من غير اكل مهما كنت مشغول انت ممكن تقف في اي فاست فود كده وتروح واخد ساندويتش وتأكل وانت ماشي لان انت عارف انك لو ما اكلتش هتضعف مش تقدر تكمل اليوم طب نفس الكلام ربنا ده احنا بنقول به ناحيه ونتحرك ونوجد لو ربنا ملوش مكان في حياته وأنا مش عامل علاقة مع ربنا أنا مجرد كل اللي بعمله إن أنا باجي الكنيسة فكرة التشيك ليست تشيك ليست بتروح الكنيسة أه بتتناول أه بتعترف أروح لأبونا مرة في الشهر وهكذا اتس لك تشيك ليست لكن مش عامل علاقة مع ربنا ديفنتلي لما يكون في علاقة مع ربنا ربنا هيحل بالسلام وبالمحبة زي ما ربنا قال سلامي أنا أعطيكم سلامي أنا أترك لكم ليس كما يعطي العالم أعطي هل أنت كل علاقتك بربنا أنك تيجي الكنيسة فقط ولا في علاقة بقى بتحس بالاحتياج وبتقف تصلي وتفتح الإنجيل وبتقرأ وبتتلمذ له هل العلاقة موجودة طول الأسبوع ولا في الويك إند بس تيجي الكنيسه واحنا دي بنشربها لاولادنا يعني اولادنا ممكن يجوا الكنيسه بس ما عملوش علاقه مع ربنا فتلاقي في سن بقى المراهقه ممكن اولادنا بعته خالص لكن مش رايح الكنيسه مش عايز اجي الكنيسه لانه ما عملش علاقه مع ربنا في الطفوله ما حسش بالاحتياج لله اي نعم هو بيجي الكنيسه كل اسبوع وبترسم شماس وموجود في الكنيسة وفي مهرجان الكراز في الصندس سكول بس مش حاسس بالإحتياج من ربنا ما في العلاقة إن هو يصحى الصبحية كده ويقول عطشت نفسي إليك وياخد الإجابة بتاعته ويصلي من نفسه مش موجودة الاشتياق إن انا أفتح الكتاب المقدس وأقرا منه مش موجود فعدم وجود البعد الروحي في حياة الزوجين وأولادهم ده طبعا بتخلي في عدم سلام في البيت وخناق ونكد والواحد ما بيعرفش يتعامل مع الخناق ده بطريقة روحية سليمة السبب السادس وهي الصدقات غير الروحيه ان الزوجه يبقى ليها اصدقاء غير روحيين او الزوج له اصدقاء غير روحيين طبعا ده بيحط افكار سلبيه وعالميه في مخنا فبنرجع البيت بالافكار العالميه والسلبيه دي وده بيبقى له تأثير على علاقتنا مع بعض زي مثلا ما أنا قلت ممكن يكون خلاف صغير صغير قوي وتروح الزوجة تحكي لصديقتها في الشغل فييجي بقى الصديقة دي تكبر الموضوع الموضوع كان يعني خلاف صغير ويعني كتير الواحد بيلاقي ورا الخلافات دي في أطراف ثالثة هي اللي بتسخن بتكبر الموضوع صداقات غير روحية فيها ملذاتها فبتشجع الأزواج إن هما يبعدوا عن البيت ويقضوا أوقات بره ويرجعوا بأفكار خاطئة للبيت عشان كده معلمنا بولس الرسول وما كانش بس بيتكلم مع الشباب لما بيتكلم على الكبار لما قال المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة ولما الواحد أخلاقه تفسد ده هينعكس على الأسرة وهتجيب مشاكل في الأسرة وده بيسبب جو نكد في الأسرة أيضا من الأسباب التانيه هو عدم وجود حدود سليمه في التعامل مع الجنس الاخر آآ للاسف آآ خطايا الشهوه والجنس والزنا إبتدت تزيد جزء منها جزء كبير منها مش بسبب إن في واحد كان بيسعى ورا الخطية أو واحد بيدور على الخطية لكن ناس كان عمرها ما فكرت إنها تقع في الخطية ولكن إبتدوا ينزلقوا سنة بسنة في طريق الخطية لأن هما معرفوش يحطوا حدود سليمة في العلاقات مع الطرف الآخر يعني مثلا ممكن تبتدي مثلا بتوصيلة إن اتنين بيشتغلوا مع بعض فبيروحوا مع بعض الشغل واحد وواحد ويبتدي بقى شوية بشوية يتكلموا مع بعض الود يزيد بينهم شويتين ويبتدي الشيطان بقى ياخدهم سنة بسنة في طريق الخطية آه يعني في حد كان واحدة كاتبة كتاب على الموضوع ده الكتاب ده اسمه Not Just Friends Not Just Friends لان احيانا لما نيجي نتكلم مثلا يا ابني او يا بنتي طالع العلاقه دي فالرد احنا وار جاست فريندز فالمؤلفه بتاعه الكتاب قالت لا نوت جاست فريندز واتكلمت على اول خطوه وسمتها كاب اوف كوفي سيندروم يعني بتبتدي ان نشرب كوبايه قهوه مع بعض نخرج نشرب كوبايه قهوه مع بعض وبعد كده يبتدوا بقى في السليبري لوب يبتدي طبعا ده بيأثر على البيت ولو لو الواحد ابتدى يرتبط بحد تاني هيرجع هي البيت وفي بقى جواه صراع ما بين مشاعره اللي مع الآخر ومشاعره اللي في البيت فدي بتنعكس وتعمل منك نكت في البيت وتلاقي هو في انت مالك متغير انت مالك متغير لا مفيش حاجه وبعدين يعني تلاقي الواحد تحط باسورد على التليفون بتاعه مش عايز يديها للتاني طب انت ليه بتخبي عني تليفونك طب انت ليه مش عايز تديني الباسورد طيب ليه ويبتدي بقى خناقات في البيت والسبب ديا ان انا ما اعمل باوندريس سليمه مع التعاون مع الجنس الآخر كل ما الزوجين يحافظوا على طهارتهم ويحافظوا على عفتهم ده بيدي سلام وفرح في البيت طبعا يمشي مع النقطة دي يمشي مع النقطة دي نقطة إن إحنا نكون بنعطي احتياجات الآخر يعني كل واحد له احتياجاته فإزاي الزوج يوفي المرأة احتياجاتها العاطفية والنفسية وإزاي الزوجة توفي الرجل الاحتياجات العاطفية والنفسية بتاعته لان لما الاحتياج ده ما بيتوفاش وبيجي أي حد برة بيقدم الاحتياج ده لأن النفس بتبقى عطشانة ومحتاجة الاحتياج ده فرصة الخطية بتزيد أنا مش بلاقي تبرير لكن أنا بس بشرح الأسباب عشان كده الكنيسة في صلاة التسليم زودت جملة يعني المجمع المقدس وقت البابا شنودة زود الجملة دي بيقول فيجب عليكما أن يعرف بعضكما حق بعض ويخضع كل منكما لصاحبه. وليكن كل واحد منكما أمينا نحو الآخر كقول معلمنا بولس الرسول ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة المجمع المقدس ده ديان زي في عهد البابا شنودة لأن احنا وجدنا أن أيام كتيرة احنا لا نعطي أو لو الزوج لا يوفي الزوجة احتياجاتها او العكس ان الزوجة لا توفي زوجها احتياجاته وده بيكون سبب برضو في اه الخطية عشان كده مهم جدا ان كل طرف يوفي الطرف التاني اه احتياجاته اه يعني دي كانت بعض نقط كده اه حاولت اشاركها معاكم على سبب او اسباب آه يعني وجود نكد في بيوتنا طبعا آه الاسباب دي في اسباب تانية اكتر منها لكن دي بعض الاسباب الرئيسية ارجو ان احنا نهتم بان نخلي بيوتنا بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة لان في الاخر اللي بيدفع الثمن الاكبر هو اولادنا لالهنا المجد الدائم الى الابد امين